هذا المعرفة. يحضر الآن معي سامي عجلي ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الذي سيتحدث أيضا عن الشركات الناشئة وأيضا عن القطاع الآخر، قطاع الشركات في القطاع الخاص التي تنشط في مجال الاقتصاد. أهلا بك سامي عجلي. أهلا أهلا، صباح الخير كل متابعين قناة الشروق. إذا اليوم نحن اليوم في يعني جلسات كبرى لاقتصاد المعرفة برعاية السيد رئيس الجمهورية. اليوم كيف تنظرون أنتم في كابسي لهذه الشركات الناشئة؟ نعم، الشركات الناشئة هي حقيقة اليوم محرك حقيقي لاقتصاد آخر، اقتصاد سريع، اقتصاد الحديث وكل ما يتسارع نوعا ما بالرقمنة ويمشي عن طريق الانترنت. اليوم هذا الاقتصاد أنا نظن محوري وقاطرة حقيقية للاقتصاد نوعا ما، اقتصاد آخر، تكلمت على اقتصاد آخر. من جد مهم أن نتلقاه اليوم في هذا اللقاء اللي راح نوعا ما يبين أهمية الاقتصاد المعرفة، اقتصاد الستارت اب، هذه شركه الناشئه وكل ما يمشي مع هذا الاقتصاد الجديد نوعا ما. من الذي قدمته منظمتكم كابسي يعني بالنسبه للشركات الناشئه بالخصوص؟ شفنا ممكن شركات يعني في القطاع يعني لشركات، خلينا ما نقولوش الكلاسيكيه، لكن الشركات الكبرى ما زالها يعني لا تراعي كثيرا هذا الجانب يعني في مجال التكنولوجيا ومشاركه الافكار مع الشركات الناشئه. نعم، اليوم الاقتصاد الجديد هذا الاقتصاد المعرفة واقتصاد شركات الناشئة، احنا كمنظمة احنا فهمناه اليوم من عدة يعني من مدة طويلة احنا نتكلموا على الأهمية تاعو وبطريقة ميدانية وفعلية وجدية وعملية. احنا عندنا لوجيل كابسي مثلا اللي راه هو حقيقة خزان حقيقي تاع الشركات هذه، عندنا لجنة الرقمنة، عندنا لجنة البحث العلمي وعلاقة مع الجامعة، كل هذا نوعا ما بيترجم الأهمية اللي عاطينها هذا الاقتصاد الجديد واقتصاد المعرفة واقتصاد نوعا ما الشركات الناشئة والحديثة. احنا كقوة اقتراحات عملنا اقتراحات في هذا الميدان، عملنا اقتراحات في الميدان تخفيف المسار خلق الشركة، تخفيف محاربة البيروقراطية، واحنا نحييو عدة اقتراحات اللي عملناها اليوم نشوفها تمشي وتؤطر كقوانين، واحنا ما نقدر الا نحييو هذا المسار. يعني كسؤال اخير فقط، هل يجب ايضا الاهتمام بالشركات الكبرى، الشركات التي عانت من كورونا في 2020 وهي ما زالت تعاني لحد الان، هل يجب الموازنه بينها وبين شركات ناشئه يعني في نفس الاهتمام؟ نعم، مش لازم يعني كي نعملوا الستارت اب ما لازمش ننساو الاقتصاد يعني الكلاسيكي هو الاقتصاد الحقيقي. هو اليوم النسيج الاقتصادي تاعنا مكون باغلبيه ساحقه اكثر من 99% من اقتصاد اخر، من اقتصاد المعرفه، هو شركات الصناعيه، شركات الصناعه الفلاحه، شركات البناء، شركات الخدمات، شركات السياحه. ما تقدرش نعم تعد ما تعطيهمش الأهمية. اليوم هذه الشركات محتاجة إلى نفس جديد، إلى إعانة حقيقية للنهوض بهذا العمل الاقتصادي والديناميكية الاقتصادية اللي هي المحرك الحقيقي لإنجاح النموذج الاقتصادي الجديد. ليس خيار أن نمشي وليه هذا النموذج اللي بعيد على الريع، اللي بعيد على كل ما عرفناه من اقتصاد الموانئ واقتصاد الحاويات. باش تمشي له مرة أخرى تمشي بطريقة فعلية، وباش تنجح فيه لازم يعود عندك شركات اللي تقدر تمشي وتحارب كجنود في لإنجاح هذا الاقتصاد الجديد. احنا فيه حقيقة نشوفوا إرادة فعلية، فيه نية حسنة للعمل. اليوم كل ما مرة نقول الوقت هو نوعا ما الحليف وهو العدو تاعنا، لازم نمشي بطريقة فعلية لإسراع لتطبيق كل هذه وترجمة هذه الإرادة وهذه النية الحسنة إلى قرارات ميدانية عملية يحس بها المتعامل الاقتصادي باللي فيه التغيير. احنا مره اخرى متنسقوا، احنا نعتبروا احنا شركاء للسلطات العموميه بطريقه مره اخرى عمليه وجديه، قوه اقتراحات ونساند 100% هذا النموذج الاقتصادي اللي احنا نعتبروه نموذج نوعا ما من الفرص الاخيره لاقلاع الاقتصاد الوطني. بارك دفة، هذا كل شيء في قصر المؤتمرات، نعود اليكم بعد قليل للتغطيه المباشره لحفل الافتتاح. أشكرك جزيل الشكر زميلي شمس الدين عسي، كنت معنا.